بسم الله الرحمن الرحيم. والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. واضح أن الكابتن أحمد شوير مصمم على الغلط والتريقة. أنا برفض اعتذارك حتى لو اعتذرت 100 مرة. أنا جيت بس عشان أحميك لما تقعد في البيت. خلاص أقسم بحافظ القرآن الكريم. تاني خليني أتكلم. أنا خلاص قفلت. كابتن أحمد شوير، شوف مين المدرب الكبير اللي انت رحت زرته عشان مريض، تديه حسنة 200-300 جنيه، اللي بيبدأ اسمه بحرف السين. شوف انت عملت ايه في بيته، بيدعو عليك ليل نهار. شوف البنت اللي جت في مكتبي، خلي بالك اقسم بالله، لا ثانية واحدة، اللي جت لي مكتبي ومعاك كلينكس، انا عاوز في كازورات.